عندها من الفيوم هديل، الأرقام دايما كانت عندك بتبقى في ارتفاع، دلوقتي الوضع اتفضلي. وما زالت في ارتفاع، يعني اهلا يا شريف، ما زلنا في محافظة الفيوم لمتابعة سير العملية الانتخابية. يعني انا متواجدة الان بمركز ابشواي ويوسف الصديق في الدائرة السادسة اللي بيتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد، محمد طه الخولي مستقل، ربيع ابو لطيعة مستقل، وعلاء العمدة مستقل، صابر عطا حزب الوفد، والحسيني مصطفى مستقل، ويوسف الشاذلي حزب مستقبل وطن. يعني اللجنة التي انا اتواجد فيها الان مدرسة ابشواي الثانوية يوجد بها 4 لجان، 90 91 92 و93، 90 الكتلة التصويتية فيها 2329 نسبة التصويت حتى الآن 130، اللجنة 91 الكتلة التصويتية 2329 نسبة التصويت فيها يا شريف 900، لجنة 92 الكتلة التصويتية 2331 اللي أدلوا بأصواتهم حتى الآن 800، ولجنة 93 الكتلة التصويتية 2217 اللي أدلوا بأصواتهم حتى الآن 800. يعني المؤشرات الأولية حتى الآن في الساعات الأولى من الظهيرة من 30 ل 35%، وهي نسبة مرتفعة يا شريف. يعني منذ قليل نشب خلاف مع أحد المستشارين. بشكرك يا هديل، شكرا جزيلا. هديل صار من الفيوم وبعتذر لضيق الوقت، شكرا ليك يا هديل.